انا راني نشوف، راني نراقب، راني نسمع في بعض المداخلات، وراني نشوف المساله ماشي بالمنطق البرايجي ولا المنطق نتاع الاحياء، وانما في اطار وطني. درك كاين بعض الاشياء ايضا اللي هي مرتبطه بهذه المساله، وهو انه انا كنت نبهت بعض الاخوه هو انه تنتبهوا لها، ونزيد نعاود نكرر هذه القضيه نتاع الجيش. كاين بعض الناس اللي هما تحرجهم هذه الوحده الوطنيه، ويحاولوا هو انه يدفعوا على جال باش تحصل مواجهه، سواء بالغباء نتاعهم او ناس مدفوعين، ما كانش حاجه واحده اخرى. دوك انت لما تجي في مكان مثلا دير انت اعتصام في مكان، القوات هذيك نتاع الامن نتاع الشرطه ولا الدرك ولا راها راح تطلب منك على جال باش تخلي المكان، لانك انت راك محتل منطقه، راك محتلها. ربما نهار الاول نهار الثاني لما تكفر ولما تولي تزعج في الناس، والله يا صاحبي الناس راها راقده على 11 تاع الليل و 12 تاع الليل، واحد مريض، واحد عنده ضيف، واحد عنده طريق مسافر، واحد كذا، وانت دير بارلور وتهضر يا صاحبي، يجيو يدخلوا. بالتالي انت راك هيئت لهم الارضيه على جال باش يدخلوا، لما يدخلوا يهضر معك بالعقليه، من بعد لما تخشن راسك من بعد يولي هم ربما يستعملوا معك العنف، فيما بعد تولي تشكي انت اللي خلقت الارضيه هذه. لذلك انا اطلب من الاخوه في البرج وفي اماكن واحده اخرى، ما لازمش انتم ديروا اشياء اللي هي تسمح للقوات تاع الامن والله على جال باش تتدخل، ابتعدوا على هذاك المنطق نتاع المواجهه. والجيش دوك نزيد نحاول نتحدث في هذه القضيه جيدا حتى باش ما تزيدش تتحشالكم. راكم تعرفوا من الذي حصل في التسعينات لما حدثت مواجهه في المنطقه هذيك بالذات وين راكم الان في المدينه نتاع البرج، انا كنت عشتها، كنت حضرت لها، والاخوه اللي راهم عاشوا في تلك المرحله راهم يعرفوا الجامع نتاع الجباس هذاك بالذات في المنطقة هذيك ثم أمام الولاية، ما على باليش القديمة، ما على باليش الآن، قالوا لي بلي راهم فتحوا وقيلة ولاية جديدة، يعني قريبة للبلدية، البلدية القديمة أيضا. كانت واحد الساعة ثم أمام البريد، مانيش عارف لا راها مازلت والله. في هذاك المكان بالذات كانت الناس دايرة اعتصام بالمصاحف، وراها الناس تقرأ وراها تصلي، ولكن فيما بعد تدخلت القوة نتاع الشرطة وفكوا هذاك الاعتصام. من بعد راه حدثت اشياء، ومش غير على مستوى نتاع البرج، في ولايات واحد اخرى. دونك لازمكم تفهموا باللي الجيش في تلك الفتره اولا كان تيار واحد اللي هو الجبهه الاسلاميه في تلك الفتره، وكانوا الناس رافضين الخطاب هذاك، كانوا رافضين هو انه يحكمون بهذيك العقليه، كانوا ناس متعاطفين داخل الجيش، داخل الشرطة، داخل الدرك، كانوا ناس متعاطفين مع الجبهة الإسلامية بشكل كبير. لكن النهار اللي صارت هذه المشاكل وصار فيه التعميم فيما بعد، وحلت هذه اللغة نتاع البندقية ونتاع الرشاش، ولا كل واحد يحوس على روحه. خوك ابن امك لما تحصل يقولك الله يسهل عليك، ما تعرفني ما نعرفك. وبالتالي احنا دوك عندنا هذه التجربه المريره اللي مازال ما عالجناش هذه المأساة، ومازال ما عالجناش هذه الجراح الى اليوم. راه الناس مازالها لاجئه في اوطان الناس، الناس راها مازال تبحث عن العائلات نتاع المختطفين الى غير ذلك. ما لازمش انتم تعاودوا تطيحوا في نفس البياج، خاطر هذا الشباب اللي راني نشوف فيهم انا اغلبيه شباب ما عاشوش هما هذيك التجربه، ما عاشوش هذيك المرحله. ما لازمش تدخلوا في مواجهه لا مع الشرطه ولا مع الدرك. انا اقترحت لكم المره اللي فاتت ونزيد نعاود، راح نديروا افطار غدوه يا خويا، روحوا ليهم
روحوا ليهم عرضوا عليهم حتى إذا كان ما جاوش هما روحوا ليهم اديو لهم الماكلة وصوروا قال راكم خاوتنا راكم كذا روحوا ليهم للسيكتور ميليتار روحوا ليهم نتاع الشرطة روحوا ليهم نتاع الدرك جيبوهم لو كان تقدروا جيبوهم ولو كانوا هما يقتنعوا باش يجيو ثم يفطروا فطور مع بعضكم كان الجماعة هذوك اللي راهم دايرين لي جيلي جون هذوك والله وفطروا مع بعضكم هكذاك تعانقوا مع بعضكم كيما درتوا اليوم تعانقوا مع بعضكم ثم توجهوا رسالة تضربوا بها هذا الناس اللي راهم يحوسوا هما يحدثوا فتنة ويزيدوا يدخلوا شعب يضرب في بعضها مع العناصر هذو نتوع الجيش هذو وتحللهم هي خطر هما التجارة نتاعهم هي في الفرقة التجارة نتاعهم في النزاع التجارة نتاعهم في الفتنة هما اللي تزعجهم تزعجهم الوحدة تزعجهم الأخوة يزعجهم الأمن تزعجهم السكينة ويحاولوا بأي طريقة على جد باش يحدثوا الفتن يحدثوا الفوضى تصفية الحسابات باش هما فيما بعد يصيروا يوجهوا في الناس لذلك انتم ما تطيحوش في البياج نتاعهم الناس طاحت في البياج في التسعينات ما تزيدوش تعاودوا توقعوا في نفس الأخطاء حتى ذوك هذ الناس اللي راهم ذوك مثلا هما في الجيش هذا اللي عينوه هذا وش اسمه هذا اللي راهم داروه الآن في الأمن العسكري أنا سمعت له تسجيل سمعت له تسجيل عنده وقت ماشي الآن سمعت له تسجيل وين أنه يتحدث ويتحدث بألم كبير يقول من أنه كنا في تلك الفترة تسمى شغل أنت راك راح تقتل خوك هو راح يقتلك وانت راك راح تقتله تسمى يتحدث فيها بمرارة ولما راني نقول في هذا الكلام ماني نضرب له في الشتاء ولا خطر على بالي بهذو كلهم بوقلين هذوك والرؤوس الفارغة لما تكلم في هذا الكلام يقول لك هاك تغازل فيه ما على بالي به ولا نغازل فيه راني نتحدث في حقائق لانه هاد الافراد نتاع الجيش ما جوش من المريخ راهم ناس يصلي وكاين ناس اللي حافظين القران كاين ناس اللي ولات فاميله ويصوموا الخميس ولا الاثنين وكاين ناس اللي ربما ما تلقاهم في حتى مكان واحد اخر من هاد الناس هذو اللي راهم هما يدعيوا في المعارضه ولا راهم يدعيوا في كذا ناس خدامين ويحبوا البلاد وكذا بالتالي ما تطيحوش انتم في البياج عارف باللي كاين شباب منكم اللي هو عمره ولا تحزب ولا عنده تجربه ولا خالط السياسه راه ربما بدا السياسه فقط في هذا الحراك راهو الان هو يكتشف راهو يسمع وراه مشوش واحد يقول له كذا ولا اخر يقول له كذا ولا اخر يقول له كذا ولا اخر يقول له كذا هو ما لقاش راسه حنا رانا عشنا هذه التجربه عشنا هذه الفتره ماناش حابين هو انه تعاودوا توقعوا في نفس الاخطاء هذو راهم خاوتكم في الجيش وفي الشرطه فيه ناس اللي راهم دوك هما راهم منحرفين فيه ناس اللي هما نتاع باطل فيهم ناس نتاع فجور ونتاع اجرام ولكن ما لازمش الانسان يعم ما لازمش الانسان هكذا يدخل في هذاك المناج تاع هكذا اذا الاخوه في هذه المساله هذه نتاع البرج هذه حاولوا على جال باش نتم تبعثوا رسائل من خلال الافطار ومن خلال هذه الاعتصال واسمه هذا اللقاء هذا وهذا التجمع نتاع الجمعه والله في اوقات واحد اخرى ديروا مثلا هكذا لقاءات والله على جال باش نتم تبعثوا رسائل باللي راكم خاوه على ارض الميدان بالافعال ماشي في الباش تاع الفيسبوك على ارض الميدان تلاقاو مع بعضاكم تتحضنوا بعضاكم خويا كاين ربما راه من الناس اللي راهم قال مثلا في هذا رمضان راهم من ولايه واحده اخرى والله فرصه على جال باش نتم تحضنوا بعضاكم فرصه على جال باش تلاقيوا خاوتكم كذا كاين بعض من الناس اللي درك هما انا كنت ضد النظام وكنت منذ مده كانوا ناس هما يتحدثوا على هذيك القضيه هذيك نتاع التطهير ومش عارف انا ما مشيتش مع هذيك القضيه كنت متحفظ لانه كنت نشوف على ارض الميدان اشياء غير مطابقه للاقوال تتحدث انت بن غبريط راه في الحكومه تتحدث انت ويحيى راه في الحكومه تتحدث انت وسلال راه في الحكومه تتحدث انت وسعيد بوتفليقه وجنرال توفيق وكذا لكن الان انت راك تشوف في اشياء راها على ارض الميدان راهو قالها مهزو سعيد راهو قالها مهزو توفيق راهو قالها مهزو كذا مهزو كذا راك تشوف في اشياء على ارض الميدان الكلام اللي كانوا يقولوا فيه انا لا يخصني انا ما عندي حتى تناقض انا نبني على الافعال درك الان فيه افعال فيه اشياء جديده راه تحدث على ارض الميدان
ابتداء من سجن هذا سعيد بوتفليقة والويزا حنون وهذا طرطاق والتوفيق، راني نشوف اشياء على ارض الميدان، كاين اشياء اللي نقدر نتفهمها. قال درك هاد الناس هذو راهم هما قدموا شخصيات سياسيه وعسكريه، راهم في المحكمه، راه تحتاج راه وقت، تحتاج ملفات، تحتاج معلومات الى غير ذلك. راهو ضق مثلا جهاز المخابرات هذا اللي راهو كانت عندهم بعض الملفات، راهو قال لك مثلا هو راهو تحت السلطه نتاعهم. انا ما لازمنيش انا نروح مثل ما راهم قال مثلا يخموا في الناس هكذا، انك انت تروح تدفع وتحرض وتدفع للامام على جال باش انت تعطي الفرصه بالغباء نتاعك بالجهل نتاعك، تعطي الفرصه للناس اخرين اللي راهم هما يسعوا ليل نهار على جال باش يوقعوا بيناتكم باش فيما بعد هما توجد لهم طايبه. ما نمشيش معك يا سيدي، نبقى متحفظ من حقي، نبقى متحفظ ولكن ما نعاونكش، ما نعاونكش انا باش انت تروح تضرب المؤسسه نتاع الجيش او تفلق البلاد، انت تطرطق البلاد، ما نعاونكش. نبقى انا نتفرج وراني نتبع، راني نراقب، اذا كان شفت حاجه اللي هي تخدم البلاد نمشي معاها، اذا كان شفت حاجه انا ضد البلاد نقف ضدها، نقف ضدها، ما نمشيش معاك. كاين بعض من الناس اللي هما يمشيو مع العاطفه ويمشيو مع نتاع لي فيو هذيك والتعليقات والجامات، انا خاطي النوع هذا، مانيش من النوع هذا. راني نتحدث درك فايت الثلاثه نتاع الليل، مانيش نحوس انا على الجامات هذيك والتعليقات، نحوس لما نشوف الكلام نتاعي انا عنده معنى، ونشوف انا قال بلي الموقف هذا يتطلب راي واحد اخر نتكلم، مانيش نتكلم من اجل مخالفه الناس والله من اجل المعارضه نتاع الناس، وانما راني نتحدث بكلام موضوعي، كلام منطقي، وكلام اللي يلمسوه الناس على ارض الواقع. شوف درك انا قياده نتاع الجيش لصالح من هو انك انت درك تهاجم انت ناس داخل الجيش لصالح من؟ هيا قول لي برك يرحم بابك، لصالح من؟ تحدثنا على القايد صالح لما كان يمشي مع بوتفليقه، تحدثنا على الجيش لما كانت الجرائم تصرى، تحدثنا على الجيش والقياده نتاع الجيش لما كانت مشاريع وصفقات، تحدثنا على الجيش والقياده نتاع الجيش لما كانت الهويه تضرب، لما كانت المدرسه تطرطق، لما كانت المجتمع يتفكك. كنا نتحدثوا وكنا نتكلموا في كلام كبير لما كان واحد ما يقدر يبين الراس نتاعو، ولكن الان فيه معطيات جديده. يعني انت لما دوك تشوف انت ناس اللي كانوا في وقت من الاوقات كانوا هم يطالبون باستخدام الماده 102 من الدستور، صاروا هما يرفضوها، وتشوف انت ناس اللي هما كانوا في وقت من الاوقات يساندون قياده الجيش اللي كان يمثلها نزار وتوفيق والعربي بالخير وتواتي وعباس غزيل وهلم جره والعماري، تشوفهم هما الان راهم ضد القايد صالح وضد الجماعه هذا، وتشوف هاد الناس اللي هما كانوا يقولوا على احمد طالب الابراهيمي راهو هذا راهو اسلاميست راهو بالكرافات، نفسهم الان اللي راهم دركم يرفضوا احمد طالب الابراهيمي ويرفضوا الناس اللي معاه. ما تفيقش كل هذا الدك هذا ماكش فيه، تخدم معاهم، تخدم معاهم بالغباء نتاعك بالجهل نتاعك، وزيد تحرض اونكور، زيد تدفع في الناس على جلباش قال هز صور ودير فيديوهات ودير ذيك ودير ذيك لصالح من؟ لصالح من راك تخدم؟ قول لي برك يرحم باباك.